دلوقتي نروح نشوف أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي من امبارح للنهاردة، لكن على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الدوليون ينتظمون في ميران الأهلي. يلا كورة، لندمن يظهر في تدريبات الأهلي. الشروق: فتحي يغيب عن مواجهة الوصل الإماراتي. في البوابة: طبيب الأهلي محاولة مكثفة لتجهيز محمد هاني لمباراة الوصل. بوابة الأهرام: طبيب الأهلي يكشف موعد عودة أجاي للتدريبات الكرة. فيتو: أيمن أشرف يخوض ميران خفيف بتدريبات الأهلي. الأهلي يعلن جاهزية محارب لرحلة الإمارات. الأهلي دوت كوم: مازارو قد يلحق ببعثة الأهلي في الإمارات مباشرة. الوطن: عبد الحفيظ يبدأ إعادة هيكلة قطاع الكرة.